اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. نحمدك بمحامدك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، وقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم اللهم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها ومقدراتها وثرواتها. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، ووفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة
اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.